كنت أتمنى محمد أن تأتي إلي قبل 3 دقائق فقط، لأن الموسيقى عالية جدا. بدأوا بالفعل النواب بالوصول إلى هذه القاعة ولعب الموسيقى خلفي. أتمنى أن يكون الصوت مسموع نوعا ما. صوتك دائما مسموع يا نادية. سيكون عدد من أركان الحزب، سيكون هناك عدد من أركان الحزب الجمهوري ومنهم حكام ولايات ونيكي هيلي. نيكي هيلي المفروض أن تتحدث الليلة، والتي قابلت هذه الدعوة متأخرة جدا. لكن قبل قليل كان لي لقاء مع أحد مستشاري الرئيس ترامب، الذي يعتبر بالفعل بأن الرئيس استطاع أن يغير الحزب الجمهوري بضمه للاتينيين والأمريكيين من أصول إفريقية وغيرهم، وبالتالي هو يرى بأنه على طريق الفوز، لأنه بالفعل الولايات المترجحة الآن في صالحه. وكما ترى في أجواء هذه القاعة خلفي، سيأتي النواب مرة أخرى ليعبروا عن تأييدهم، عن وحدتهم. هذه الوحدة المتماسكة هنا في ملواكي لن نراها في شيكاغو ولن نراها في البيت الأبيض. وكما ذكرت بالفعل هناك انقسامات كبيرة جدا في الحزب الديمقراطي، بغض النظر من هو المرشح، إذا بقي الرئيس بايدن أو كان هناك مرشح آخر. لكن التركيز الآن على المرحلة القادمة، التركيز من الحزب الجمهوري على البرنامج الاقتصادي. طيب. برنامج اقتصادي بالدرجة الأولى، وأيضا على السياسة الخارجية. يعني وقبل كل ذلك يعني أتمنى أن تسمعيني بشكل جيد، يعني على أي حال صوتك دائما هو مسموع. يعني بما أنك تحدثت عن المرحلة القادمة، أود أن أتحدث فيما يتصل بالحملة الانتخابية وملامح الفترة القادمة وصولا إلى نوفمبر. هل نتوقع أن تكون هذه المرحلة تنافسية وزيرو شتائم؟ يعني تكون تنافسية بشكل كبير، لكن لن تكون هجومية. بمعنى تصل إلى مرحلة التحريض. لأن ما رأيناه في محاولة اغتيال الرئيس غير الكثير والكثير في الواقع. لكن التركيز على البرنامج الانتخابي كما علمت من حملة الرئيس ترامب هو محاولة الترويج لاقتصاد أفضل، لخفض للبطالة، لخفض للتضخم الذي يعاني منه الجميع في الواقع. وكل الكلمات تركز على الوضع الاقتصادي بالدرجة الأولى، وأيضا تغيير بالسياسة الخارجية على فكرة. هذا ما سيروج له الرئيس. نعم. ترامب قال لي بأنه سينهي في غزة. نيكي هيلي هي الآن تصل، نشاهدها الآن عبر كاميرا العربية الخاصة، يعني عبر كاميرا العربية نشاهد الآن وصول نيكي هيلي. يعني وأنت تحدثت عنها في بداية هذه المداخلة. نعم، يعني يبدو أنها تستعد الآن لإلقاء كلمتها. لا أدري إن كانت هي مستعدة الآن يا نادية. لا. لا 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 محمد. لا، هي تتدرب، هي تتدرب فقط. أوكي. الكلمة ستكون الساعة 9 ليلا. يعني حوالي بعد 5 ساعات. لكن كل مرشح، يعني عشان أشرح لك درجة التنظيم، يأتون إلى المنصة، يكونون يعرفون مكانهم فيها، يعملوا تست للميكروفون إلى آخره. لكن طبعا كلمتها ستكون مهمة، لأن هناك قطاع كبير من الجمهوريين صوتوا لها، والرئيس يأمل بأن كل من صوت لنيكي هيلي سيذهب هذا الصوت لدونالد ترامب، رغم أن هناك اختلاف كبير في الرؤية. لكن يبدو بأن نيكي هيلي تريد أن تبقى في يعني المشهد السياسي الأمريكي، لذا قبلت الدعوة ولو كانت متأخرة. يعني قبل أيام فقط قالوا لها يمكن أن تأتي إلى المؤتمر وأن تقدمي كلمة. ليس الجميع يستطيع أن يقدم هذه الكلمة، لذا أعتقد بأنه مرة أخرى نتحدث عن الوحدة، ليس بين خصوم الرئيس في الخارج وبين الناخبين، لكن أيضا في داخل الحزب الجمهوري. ومن هنا وجود نيكي هيلي هو عبارة عن إشارة. صحيح. إلى توحد الحزب رغم اختلاف السياسة. نعم.